كي دايرين؟ لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا مزيان. مرحبا بكم معايا فيديو جديد اللي غادي يكون فيه روتين مسائي. وكيف ما شفتوا لقيتوني دابا موجوده اللبسه ديالي اللي غادي نلبس باش غادي نخرج، وغادي نخرجكم معايا دابا اختي. غادي نمشي نلبس ونعاود نرجع معاكم. بدات لقيتوني صافي ساليت، ها انا واجده. عرفتو حمقني المكياج، حبيتو. البشره ديالي نقيه وكيبان المكياج نقي، شفتو كيفاش كيبان. وخلاص البنات، انا عارفه غيقولوا لي البنات صايبيه معنا في شي فيديو، راه ديما 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 من نهار بديت هذا هو المكياج ديالي. حاجه واحده اللي مبدله، مولفه كندير هكا كيكرمط، هذا ماشي مطا البنات، هادشي اللي مبدل. ما كنبغيش في كل فيديو نوجد راسي معكم بلي ديطاي باش هكا ما تجينيش طويله وما تملوش. ومهم انا صراحه في هاد الوقيته هادي ديال الخريف وديال البرد كيعجبني نخدم بالوان ترابيه، هكا ماكياج يكون نيود كيجي زويون. وهادشي اللي كاين. مهم كما قلت لكم لبست حويجاتي، شوفوا كان الجو بارد، دابا طلعت الشميشه كاين الصاد، ما بغيتش نبدل، قلت غير خليها. ما نعرف دابا الجو كيتخربق في النهار، حتى لا تحرك البرد بعدا لابسه هادي سخيخنه وصافي. هادشي اللي كاين، ودابا يلا نخرج. ديالي لقيتوني دخلت للدار، غادي نشارك معكم المشتريات الجديده ديالي. واخا صراحه فهاد الخرجه ما خديت والو، ولكن كنت مكوموندي على شي حاجه توصلوني، انا غادي نشاركهم معكم. وعاد من بعد نوض ندير معكم سكين كير، واخا ما سخيتش بالماكياج باغا ندوش نصايبوا العشاء مع بعضياتنا. المهم ها نتوما معايا. بالنسبه لهاد الخرجه البنات اللي خرجت، شوفوا انا خرجت باش ناخذ هكا حويجات يعني ديال الخريف، كنت باغا كبيبطات ديال هاد الوقيته هادي. ساعه ما لقيتش والو، كاين ماشي ما كاينش، ولكن ماشي الذوق ديالي يعني داكشي اللي انا باغا ما لقيتوش. كاين كبيبطات مازال عليهم الحال دابا واخا الجو تبرد، ولكن ماشي لديك الدرجه. عرفتوا الصوفه ديالهم غليظه وبالكول بحال هكا، قلت هادشي هذا مازال عليا الحال. صافي وانا كنشوف الحوايج، البنت اللي كتجيب ليا لي كوموند من شي ان صيفطات لي اوديو، قالت لي راه لا كوموند ديالك وصلاتك. قلت مزيانه من الخير، حتى لا ما لقيتش دابا هي لا كوموند ديالي وصلاتني. وني بغيت نسولكم، بغيتكم نتوما هاد المره تختاروا. ها نتوما البنات، بالنسبه مازال ما وصلتنيش للدار، يلاه قالت لي اليوم راها وصلت، تقدر توصلني بعد غدا ولا شي حاجه. المهم مازال ما عارفاش فوقاش غادي نوريكم داكشي اللي خديت، واش من مور هذا الفيديو ولا شي فيديو واحد اخر. غير واحد الحاجه بغيتكم تعطيوني رايكم فيها. دابا انا ما مكومونديش بزاف، يعني في التوتال كامل غادي نخلص 1000 درهم، ما واخداش بزاف. ولكن داكشي اللي خديت ديال البرد، كاين شي حاجات ديال البرد ونيت شي كبيبطات ديال الخروج. ولقيتوني كنفكر واش تبغيو فيديو بوحديتو مشتريات ديال شيئين، اولا ندخلهم في شي فيديو واحد اخر يعني في شي روتين ولا شي حاجه. قلت نسولكم وانتم تعطيوني رايكم، باش زعما حتى لو بغيتو نصور لكم غير المشتريات من شيئين، ان واش واخا يجي قصر ما عندكمش مشكل فيه. صافي البنات، قلت ناخذ الراي ديالكم هاد المره هادي. وصافي البنات، خلاص فهاد الخرجه هادي كما قلت لكم ما خديت والو، من غير دزت المينيس وخديت هاد لي ماسك، راه من ديما كناخذهم ديما البنات كنبارطاجيهم معاكم. هادو كيكونوا 3 29 درهم، عبقى لي غير واحد منهم. صافي خديت 3، هادشي اللي خديت. ولكن كومونديت على البيجامات ديال البرد فنين،
كيحمقوا كيحمقوا وقسم ما البنات كناختي حاجه كتبقاو تسولوني ملي كناخذ البيجامات وكيعجبوكم البيجامات ديالي انا كل مره ملي كناخذ مره كناخذ مثلا هكا من المدينه بالريماق والسوق وداكشي مره هكا لبنتي شي حاجه في شي باج كنكوموندي عليها وماشي من نفس لاباج يعني وقت ما طلعت ليا شي باج وعجبتني شي حاجه كنكوموندي من عندهم. المهم هنا غادي ثلاثه ديال البيجامات انا غادي نوريكم وحده بوحده وغنقيسهم معاكم ولا تفكرت البنات انا غادي نخلي لكم لاباج منين خديتهم. الاثمنه البنات رخاصين ما غاليينش بزاف. المهم نحلهم معاكم ونبداو باول وحده هي هذه البنات هذه خديتها في الرمادي صباح هاد اللون البنات انا ما كنزعمش عليه بزاف وما كناخذوش بزاف ديال ما كنبغيو نجربو ها نصوموا هذا السريول ديالها ديال هاد الوقيته هادي ما سخونه ما بارده. المهم ديال هاد الوقيته ديال الخريف السريول ديالها كيجي بحال هكا سامبل وكما قلت لكم انا هاد اللون ما عنديش وقيله ما عنديش كاع في البيجامات عندي بيجامه وحده بالبينوار في الرمادي مغلوق هاد اللون ما عنديش ولا الفوقاني كيجي بحال هكا حتى هو سامبل فيه هادي هنايا وكاينه حتى هنايا انا غادي نقيسها باش تشوفوا كيفاش كتجي في اللبيسه وكما قلت لكم التويب ديالها زويون بغيت نوريهم لكم وهما ملبوسين راكم عارفين الحاجه حتى كتلبس عاد كتبان التويب ديالها عجبني خفيفه ما ثقيلاش بزاف ونيت هي اللي غادي نلبس هاد الليله كما قلت لكم التوب ديالها خفيف المهم ماشي ديال البرد وماشي ديال الصد ديال هاد الوقيته هادي حتى اللوين صراحه زويون هاد الرمادي مفتوح ما كنزعمش عليه انا بزاف ولكن صراحه عجبني. دابا غادي نقلب لكم الكاميرا قدام المرايه باش يبان لكم مزيان. هانتوما البنات شوفوا كيفاش كتجي ماشي طويله وماشي عاوتاني قصيره هانتوما حد هنايا كتجي معيدبه وانا خديتها بحال هكا حتى على حساب التصوير. المهم هانتوما معيدبه ومحترمه وطويله ماشي قصيره الاغلبيه ديال البيجامات عندي عندي شويه مزيرين وقصارين هادي هانتوما شفتوا وحتى في اللبسه كتلبسيها وانتي مرتاحه ماشي مزيره عليك صراحه مريحه والسريول ديالها حتى هو هانتوما سامبل. المهم صراحه كتجي زوينه يعني البيجامه هي هذه هذه 3 بياس انا كيعجبوني البيجامات اللي كيكونوا بالبانوار كيكونوا زوينين حليلوين وكيجيو هكا كيجيو هماويين فهمتوني وراكم عارفين تنضي هكا الصباح كيكون البرد ولا شي حاجه كترمي البانوار عليك. المهم الفوقاني كيجي بحال هكا ها نتوما البنات هذا راه البيج كيجي بحال هكا وهذا السريول ديالها هذه البنات راه مبره تويب غزال 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 عرفتو كيدلق زويون وفي هذا الموف هذا انا ما عنديش هذا الموف كاع في البيجامات. المهم هكا السريول ديالها كيجي هابط حتى لتحت بحال هكايا وهذا البينوار ديالها حتى هو في نفس اللون ديال السروال ها نتوما البنات وما طويلش بزاف كيجيو فيه جويبات بحال هكا انا غادي نوريها لكم ملبوسه حتى فهاد الجيب هذا بحال هكا شفتو شفتي زويونه صراحه هاد اللون هذا البنات انا ما عنديش كاع ما عنديش كاع الموف في الحوايج وكيعجبني البنات شوفوا كيفاش كتجي في اللبيسه حتى هي البنات التويب ديالها غزال. المهم كتجي بحال هكا ودابا غادي نسد البينوار وغادي نقلب لكم قدام الكاميرا باش تشوفوا الاولى البنات نسيت ما قلت لكمش الثمن ديالها 100 درهم هذه 220 درهم حيت هذه عاوتاني راه 3 بياس راكم عارفين كيكونوا زايدين في الثمن فنه 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 وحتى هي خفيفه واخا 3 بياس البنات ما ثقيلاش بزاف يعني خفيفه. انا غادي نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا كيفاش كتجي ها نتوما البنات عرفتوا سمحوا لي على الاضاءه الكاميرا ما كتعطيش الحاجه حقها ماشي بحال الواقع. مهم صراحه راه زويونه وراه حتى اللون ديالها راه باين هذا الموف هذا انا صراحه كيعجبني وكما قلت لكم خفيفه وفيها جويبات بحال هكا والسريول ديالها حتى هو خفيف. مهم صراحه غزال البيجامه هي هذه شوفوا البنات انا خديت اللوانات اللي ما كنزعمش عليهم في البيجامات واللي ما عمرني ما خديتهم بحال دابا البيض عندي بيجامه البيض ماشي ما عنديش عندي ديال زواجي صراحه نسيتها ولكن ما عنديش هكا شي حاجه ديال البرد هادي سخونه شوفوا الفوقاني بحال هكايا والسروال سامبل هذا البنات عرفتوا علاش عجبتني هي بيجامه ديال الدار ولكن ماشي ديال الخروج ولكن مثلا هكا الا جاتني شي صخره ولا شي حاجه بعد مرات هكا كيجي راجلي في الليل كيقول لي يلاه نضربو دويره نزيد عليا مونطو لي بوط ما كتبانش كاع بيجامه شفتو
والتويب ديالها زويون هادي وسخيخنا. ما عرفتش البنات شنو هاد الثوب هذا، ها نتوما ماشي كشمير هذا، ولكن والله ما عرفتش شنو سميت هاد الثوب. غير المهم هاد الثوب كيكون سخون، راه غتكونوا عارفينه، ما انا ما عرفتش شنو سميته. انا غنقيسها وشوفوا كيفاش كتجي البنات. حتى هي حمقاتني، عرفتوا كتجي في البيسه زوينه وسخونه سخونه سخونه. عرفتوا غير دابا قيسها جابت لي الصهد كما قلت لكم. ما عرفوش هذا كشمير ولا ما عرفتش شنو سميت هاد الثوب، ولكن سخون. غير وكان هذه البنات كتجي مزيره وكتجي قصيره، الفوقاني ديالها ها نتوما كيتيره وكيجي قصير، فيها جويبات من هنا، والسروال حتى هو كيجي مزير. ومهم كتجي في اللبيسه ماشي بحال البيجامه، كتجي بحال كيطم، بحال كيطمه ديال الخروج بحال هكاك. ولكن انا عجبتني صراحه، كيعجبني حتى هادشي هذا نلبسو وصافي البنات. حتى هذه الثمن ديالها 100 درهم، غزاله غزاله غزاله. عرفت التويب ديالها زويون. وصافي البنات كما قلت لكم غنخلي لكم لاباج اللي بغات تاخذ شي حاجه بصحتها وراحتها. وهنا خديت واحد الحاجه كتحمق كتحمق كتحمق، غير الشكل ديالها هماوي. انا غادي نوريكم، خاص اي وحده تاخذها الشهي، خاص اي وحده تاخذها وترد عليا وتقول لي كيفاش جات. شوفوا لي الشكليه اللي بعدا، صافي خاص نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا. شوف كتحمق كتحمق هذه البنات بافا، ريحتها ريحتها مكرهتش مكرهتش شي حاجه. كيفاش ندير نعطيكم تشمو؟ عرفتوا منين نقول لكم الحاجه كتحمق عرفوا باللي راه زوينه. عرفتوا مكرهتش شي حاجه تشموها، غزاله. هذه البنات راه 3 ايام دابا باش هي عندي، ما كتبش باش نصورها لكم حتى لهاد لا فيديو، هذه كندخلها في المشتريات. هذه البنات هاد البارفان ديال ميسك الرمان، ريحتها كتسطي. انا غادي ندهوش وغادي ندير منها عرفتوا غير في هاد 3 ايام، كل مره كل مره غدا ونرش غدا ونرش غدا ونرش، غزاله البنات. بالنسبه لهاد ديال البنات خديتها من عند كاوتر، راكم عارفين لاباج ديال كاوتر هي نيت، مين كنت خديت منها داك الامساك والمعطير واحد الديودور الراجلي، من عندها خديت هاد البارفان هادي. وماشي بوحدي خديتها هي ومسك الطهاره. من شحال هادي ما خديتش مسك الطهاره، واصلا ما بقاوش كيعجبوني صراحه بزاف، ما بقاتش كتعجبني الريحه ديال المسك داك البيض، ما بقاتش كتعجبني صافي، ما بقيتش كنزعم عليه. قالت لي بلي هذا راه غير، هذا ريحته فنه، وانا من الناس اللي كتعجبني الريحه ديال مسك الرمان. شوف كيفاش داير، شوفي لي الشكل كيفاش داير، والريحه البنات كتحمق. الله ريحته فنه. ومنين كتبرد البنات، علاش انا خديتهم بجوج بيوم باش الريحه تبقى ثابته لمده اكثر. في الاول الريحه كتعطى واحد شويه مجهده ماشي بزاف، نتوما عارفيني انا ما كنقدش على روايح اللي مجهدين. كتبقى غدا وكتبرد غدا وكتبرد، عرفتوا فنه. انا واخده ديال مسك الرمان، بالنسبه للبنات اللي غياخذوا راه كاين الفاني، كاين دوك الفواكه الاستوائيه، راه كاين بزاف ديال الشكالات. انا من الناس اللي كيعجبني الريحه ديال الرمان، كتحمق ما كتضرش في الراس، ما فيهاش ديك الريحه ديال المسك ولا دوك الروائح الاخرى، ريحه زويونه. وكيجيني البنات الريحه ديال الرمان دار في الصيف في الخريف في البرد في اي وقيته دار، كتجيني ما قاصحاش وما خفيفاش في نفس الوقت. المهم البنات خلاص لاباج ديال كاوتر من ديما كنخليها لكم، انا غنعاود نخليها لكم هنا الا بغيتو تاخذوا شي حاجه. البنات اللي مزوجين، شوفي كنتي مزوجه ما مزوجه، غير ملي كنقول لكم البنات اللي مزوجين كتكون العنايه مضوبله على بنت ديال راسها باش نكونوا صريحين، كتحمق. كنتي كتقراي شتو اللي شم فيكم هاد الريحه، كوني اكيده غتسولك كتقول لك شنو دايره. عرفتوا ريحه الانوثه، ريحه الانوثه. شوفوا الناس اللي كيتيقوا فيا، خذوا مسك الرمان خذوه ارضوا عليا. غادي نرطب هاد الكريمه البنات زوين، يلا حليته غير البارح، الترطيب ديالو غزال. هذا كيدار للوجه والمهم كاع البلايص، غير انا بحال هاد لي كريم ما كنزعمش عليهم، كنفضل نرطب بهم غير هكا لوكور ديالي ديداتي رجيلاتي. المهم الريحه ديالو خفيفه، وكما قلت لكم الترطيب ديالو زوين، كان غادي يطيح ليا. المهم هو اللي غادي نستعمل. كبيده ديالي ناعس كيف ديما، وغادي نحطو هنايا. Thank you.
على راحه منين كندوش وكنغسل الماكياج عرفتي وكنحس بواحد الراحه. بيجامتي البنات قصها هنايا بالمسك، وملي كنت كنغسل وجهي قصها بداك الغسول بحق ماشي مشكل، راه غير واحد الطبيعه صغيره. مهم حيت الماكياج كنحس بواحد الراحه زوينه. شوفوا ما نكذبش عليكم، انا كنحمق على الماكياج، كنبغي نكون خارجه نماكي نتهلا فراسي، ماشي على شي حاجه. انا كيعجبني الماكياج يعني راكم عارفين كل واحد حر، ولكن راه ملي كنرجع للدار كنحس بحال شي طبقه عندي فوق وجهي ضروري ما كنبغي نغسلو، عاد كنحس بوجهي بحال شويه تنفس. ومؤخرا كيف ما شفتوا البنات ما لاحظتوش فاش كنت بديت معكم القناه كان كينوض ليا الحبوب في وجهي، دابا لا، دابا كينوضوا ليا دوك الحبيبات ديال الشريره يلاه مشاو مني، وخا صراحه كيخليو ليا لا طراس، ولكن ما بقاش كينوض فيا الحبوب بزاف. تهنيت منه، راه كنشارك معكم الروتين اللي كندير، اي حاجه درتها راه كنشاركها معكم. وحتى هذيك لاكام ديال سمهان بغيتكم تاخدوها، بغيتكم تجربوها وتشوفوا، واخا هي صراحه شويه زايده في الثمن ولكن زوينه كتنقي لكم البشره ديالكم. انا مازال ما كملتهاش وكنلاحظ الفرق في وجهي في راسكم، والله مازال ما كملتهاش، باقا عندي عامره وكتلاحظي الفرق في البشره ديالك كتنقيها لك. ايوا صافي اختي كيف ما شتي شاركت معكم لاوتين ديال وجهي، ودابا غادي نرطب هذا الكريم غزال عرفتوا دغيا كتشربوا لابو ريحته فنه. دابا اختي غادي نديروا هذا المسك هذا، شنقول لكم فن 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 كيحمق. كندير غير شويه هنا وشويه هنا وشويه هنايا مسما نقش البيجاما. كون غير دارولنا شي حاجه نبقاو نعطيكم تشمو باش اكدوا بلي راه الحاجه زوينه والله القاسم. صافي شويه بحال هكا من مروديناتي كتبقى ريحه زوينه. ودابا غادي ندير البارفان تاع هي ريحتها غزال عرفتي دي كتطلق. صافي الكبيدات هليت فراسي كملت كلشي، دابا غادي ندوزو نصايبو العشاء. بنات العشيوه وجدات، هنا صايبت طاكلياتي لباس دوره ديال الدجاج والشامبينيون والفرماج، درت كلشي في طبسيل واحد وزدت حتى اللوز من الفوق كيعطي مذاق زوين. عندي هنا شويه ديال الديسير درته في طبيسلات، وهنا العصير طحنت لافوكا مع المونغ والحليب كيجي غزال، وشويه ديال سنيده عرفتو كيجي ما تشبعوش منه. وصافي هذه هي العشيوه ديالنا.